بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تستعمل برنامج اد ميوزك تو فويس، يعني اضافة الموسيقى للصوت تبقى كأنها اغنية حقيقية بالظبط زي اللي بنسمعها في الموبايلات. هو ده البرنامج اللي بيتحرك ده، اد ميوزك تو فويس. ده هنا اللي هو الصوت، بتسجل انت او بتختار صوت متسجل قبل كده. انا هختار صوت متسجل قبل كده. فين؟ هو بيحمل، بيحط الصوت كله. ماشي، هندوس على النغمة دي، علامة النغمة، ونختار الموسيقى اللي احنا عايزين نحطها مع الصوت. مثلا هختار دي كده، اتحط هما الاتنين مع بعض. بعد كده بندوس على علامة دي اللي هي حفظ يعني، وهنا بيقول لك الصيغة M4A ولا MP3، انت بقى تختار اللي انت عايزه. بعد كده تدوس على كرييت، هو كده بيحمل لغاية لما يخلص، وكده تبقى اتحفظت، تبقى كأنها أغنية حقيقية من اللي بنسمعها في التلفزيون وكده. كده البتاعة اتحملت، بندوس هنا مثلا او بنمشي خالص، وبعد كده نجيبه من الملفات، وبعد كده ندوس على دي او بنشغله بالطريقة اللي احنا عايزينها. وكده الفيديو خلص، اتمنى انه ينال اعجابكم. هبقى اسيب لكم رابط البرنامج في الوصف بتاع الفيديو. اتمنى انكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت، واي حد عايز يسأل في البرنامج يقول لي في الكومنتات. السلام عليكم.